أعلن معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية إطلاق خطة تنفيذ وزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص 19,000 وحدة سكنية على مدى 10 سنوات بنظام المزايدات وبحجم استثمار يصل إلى 1 مليار دينار بحريني. يأتي ذلك بما يدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم والمتابعة المستمرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وأكد معاليه لدى زيارته وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأن هذه الخطة تأتي ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية الذي يعد أحد البرامج الرائدة التي أطلقتها الحكومة في إطار رؤيتها للتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين المستفيدين من التمويلات الإسكانية التي تقدمها الوزارة من خلال برامج تسهيل ومزايا. وكان معالي الشيخ خالد بن عبد الله قد زار صباح اليوم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك للاطلاع على مستجدات برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية وبرنامج التمويلات الإسكانية الجديدة، والالتقاء بشركاء وزارة الإسكان من مسؤولي البنوك والمصارف وشركات التطوير العقاري والوسطاء العقاريين. وأكد معاليه أن النتائج الإيجابية لمبادرات الشراكة مع القطاع الخاص ومساهمتها خلال السنوات الأخيرة في توفير آلاف الخدمات الفورية للمواطنين قد مهدت الطريق نحو التوسع في الحلول التمويلية مع العمل على تنويع وزيادة الخيارات من الوحدات السكنية المتاحة للمواطنين من خلال المشاريع التي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص. بعدها تفضل معاليه بتكريم رؤساء وممثلي البنوك والمصارف والشركات العقارية المشاركة في معرض التمويلات الإسكانية الذي نظمته الوزارة بمجمع سيتي سنتر البحرين مطلع الشهر الجاري. كما أعرب معاليه عن شكره وتقديره لسعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وجميع منتسبي الوزارة على جهودهم المخلصة التي تجسد العمل وفق رؤية الفريق الواحد فريق البحرين، وتسهم في إيجاد حلول سكنية فورية وخيارات تمويلية مبتكرة يلمس أثرها المواطن البحريني، معربا معاليه في الوقت نفسه عن شكره وتقديره لما بذله سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان السابق من جهود وطنية مقدرة وبصمات واضحة ساهمت في الارتقاء بالخدمات الحكومية في قطاع السكن الاجتماعي. من جانبها أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، أكدت أن الوزارة ستعمل في المرحلة المقبلة على مواصلة تأهيل الشركات العقارية لتنفيذ المشاريع الإسكانية من خلال برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية لزيادة عدد الشركات القادرة على استيعاب المشاريع التي سيتم طرحها بنظام المزايدات. هذا وتضم الحزمة الأولى التي سيتم طرحها ضمن مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية تنفيذ 131 وحدة سكنية و360 شقة تمليك بمدينة سلمان، بالإضافة إلى 280 وحدة سكنية في مدينة خليفة. إنما تحقق في الواقع هذا اليوم هو ثمرة من ثمار الشراكة بين القطاع العام والخاص، يعطينا حافز لمواصلة العمل على ابتكار حلول من شأنها أن توفر خدمة إسكانية فورية للمواطنين. وكما تعلمون أن الشراكة بين القطاعين تعود إلى عام 2012، حيث شهدنا برنامج تحت اسم اتفاقية الشراكة مع القطاع الخاص اللي يسموه PPP، وصارت النتيجة الشراكة تم بناء حوالي 6,000 وحدة سكنية في ذاك العام. ثم تلتها الشراكة مع المصارف والبنوك في برنامج مزايا اللي استطاعت الوزارة من خلاله تمويل أكثر من 11,000 وحدة سكنية. ويسعدني اليوم أن نعلن عن إطلاق خطة
تنفذها وزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص على مدى العشر سنوات القادمة بواقع 19,000 وحدة سكنية سوف يكون بنظام المزايدات وبحجم استثمار يصل إلى 1 مليار دينار. طبعاً هذا الإعلان يعد نجاح المرحلة التجريبية، حيث أن المرحلة التجريبية والحمد لله نجحت. فبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية ابتدأ بمشروع اللوزي، المتوقع أن يتم تسليم 132 وحدة سكنية للمستفيدين خلال الأشهر القليلة القادمة إن شاء الله في الربع الأول من العام القادم، الأراضي لتكون داعماً رئيسياً للمستفيدين من التمويلات الإسكانية لما سيوفره هذا البرنامج من تنوع من حيث النوع والمساحة وموقع الوحدة السكنية وبأسعار تتناسب مع التمويلات الممنوحة. ونحن على ثقة بأن القطاع الخاص في مملكة البحرين يمتلك كافة المقومات اللازمة لمشاركة الوزارة في تنفيذ هذا البرنامج الطموح، ومن جهة أخرى في تنفيذ وتوفير المشاريع الخاصة بأسعار تناسب المستفيدين. موضوع الإسكان هو موضوع حيوي جداً، ومملكة البحرين بصراحة يعني جعلت هذه في سلم الأولويات. هذا الموضوع حيوي لأن له جوانب متعددة، يعني احنا في القطاع المصرفي داعمين بشكل قوي لهذا الملف، مو على أساس تجاري بحت لكن على أساس عمل مصرفي وتقديم حلول وتمويلات تتناسب مع طبيعة الاحتياجات الإسكانية. وكذلك الجانب الاجتماعي جزء مهم في نظرتنا لتنمية هذه القطاع. في ديار المحرق احنا يعني كان نموذج واضح للشراكة بين القطاعين العام والخاص، خصوصا في مشروع ديرة العيون ومؤخرا في مشروع تسهيل. هذا اللي مكن اكثر من 2000 ل 2500 عائلة بحرينية ان تحصل السكن اللي هي تطمح فيه، وهذا الشيء بالنسبة لنا يعني انجاز، ونطمح ان نسوي اكثر. والقطاع العام دائما متعاون مع القطاع الخاص والعكس صحيح ايضا، ودائما نشوف شراكات اكثر، وان شاء الله باذن الله بنشوف شراكات اكثر قادمه بين القطاعين العام والخاص. بالنسبه لموضوع الشراكه مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص، واضح جدا تاثيره. بدا من اول يوم في المعرض اللي صار في السيتي سنتر، العدد الكبير الهائل من الزوار، حوالي تقريبا 25,000 زائر او اكثر. واحنا في شركة الاتحاد يعني ما شاء الله توفقنا، وهذه كانت اول خطوة شفناها من اشتغلنا في العقار مع وزارات الدولة.